متعطلنا كتير يعني، كل ما نشارك في بطولة نبعد شوية عن ملف الدوري فننسى، وتحصل حاجات كتيرة جدا وتتغير نتائج ويتغير ترتيب فرق، ونشوف فرق مهدده بالهبوط. يعني شوف الاسماعيلي، انا اخر مره فاكر كنت متابع الدوري يعني وبتكلم فيه بالتفصيل، كان الاسماعيلي من الفرق اللي بتعاني. النهارده الاسماعيلي ما شاء الله مع ايهاب جلال راجع، سيراميكا كليوباترا نازل، زمالك طالع. فيعني محتاجين عشان نلف في موضوع الدوري ده هناخد شويه وقت، لكن في جميع الاحوال مجبرين نفتح الملف مره تانية. عندنا 4 ماتشات قبل ما نرجع نقفل الدوري ونفتح مره تانية دوري الابطال. هنتكلم على المرحله اللي جايه بكل صعوباتها وبكل تحدياتها مع واحد من نجوم النادي الاهلي مشرفنا دايما في السادسه، كابتن اشرف ممدوح. مساء الخير كابتن اشرف. مساء الخير احمد، سعيد بوجودي معاك، ومساء الخير على كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. اقول لك مبروك بدايه بس الوصول لنهائي دوري الابطال، في وصول تاني على التوالي، وده في حد ذاته بعتقد انجاز يحاول النادي الاهلي. انجاز مش جديد عن النادي الاهلي، ودايما الحمد لله انا وانت متفائلين، يعني دايما بنطلع قبل المباريات الهامه دي، والحمد لله دايما متفائلين، ودايما عندنا الامل، ودايما عندنا الثقه في رجال النادي الاهلي انه دايما المنظومه بتشتغل بشكل محترم وشكل محترف، وبالتالي الاستمرار على القمه ده محتاج مجهود كبير جدا جدا. ممكن تاخد بطوله، اي نادي في الدنيا ممكن يسعى انه ياخد بطوله وممكن يحققها، ولكن الاستمرار في تحقيق البطولات والاستمرار في الانجازات انك تفضل على القمه هي دي الاصعب. الحقيقه النادي الاهلي يعني عايز بس اشيد بالمنظومه احمد، وعايز اشيد باللاعبين وموسيماني، لانه هذا الجيل من اللاعبين يستحق الاحترام، يستحق الاحترام بشكل كبير، لانه هجم بشكل كبير جدا الفترات اللي فاتت. هذا الجيل يفتقد كتير جدا جدا عن الاجيال السابقه. لو اتكلمنا عن جيل مثلا العظيم، طبعا اجيال النادي الاهلي كلها عظيمه طبعا، ولكن طبعا خلينا في الاقرب للاجيال اللي موجوده دلوقتي اللي ممكن يعني تبقى فاكره، جيل مستر مانويل جوزيه والمنظومه اللي كانت موجوده وتحقيق الانجازات الكبيره جدا جدا على مستوى المحلي وعلى مستوى افريقيا وعلى مستوى القاري كمان. مظبوط. هذا الجيل كان موجود عنده كل حاجه، كان موجود عنده جمهور، كان موجود عنده دعم اعلامي، دعم مادي، منظومه محترمه لمجلس اداره النادي الاهلي، ما كانش فيه كم الحرب الشرسه او الحروب الشرسه اللي موجوده من الانديه، يمكن باستثناء كان نادي الزمالك هو المنافس الوحيد. النهارده انت بتشوف انديه كتير منهم نادي ما كانش في كتابه بيراميدز مثلا ولا ميليشيات على السوشيال ميديا، ده صحيح. بيراميدز كمان بقى فيه ضخ اموال رهيبه جدا جدا لاسقاط المنافس كمان لتحقيق هو انجاز شخصي لبيراميدز، وده الحمد لله ما اتحققش على مستوى الـ هبوط النادي الاهلي او عدم منافسته على البطولات. وبالتالي هذا الجيل يستحق الاشاده لانه افتقد لجمهوره، افتقد ل المنظومه كمان الموجوده في النادي الاهلي في هذه الفتره ايام مستر مانويل جوزيه كانت مكتمله، كانت مكتمله بمعنى انه عندك في كل مكان 3-4 لاعبين او لاعبين 3 على الاقل على نفس المستوى، بتلعب في 4-5 بطولات وبتحقق البطوله في كل مرة. وبالتالي هذا الجيل يستحق بالفعل الإشادة، يستحق بالفعل أنه لسه مستمر في تحقيق الإنجازات للنادي الأهلي. وبالتالي مستر موسيماني كمان أعتقد أنه كم الضغوط اللي تعرض ليها في الفترات اللي فاتت، في الحقيقة لو ما كانش موجود في مجلس إدارة بخدمة كابتن محمود خطيب طبعا، على المستوى الإداري كابتن سعد عبد الحفيظ، على المستوى الإعلامي الموجود في ظهر النادي الأهلي، أعتقد أن كان مستر موسيماني حصل له تشريط شويه في الذهن، ما كانش ركز بهذا الشكل. اعتقد انه هذا الجيل ومستر موسيماني ومجلس الاداره المنظومه المحترمه حقيقه يستحقوا الاشاده بشكل كامل. طيب. جدا.